أبو تركي من تبوك، تفضل أبو تركي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ نمسح على البسطار أكرمكم الله على طهارة، ومن ثم نخلع البسطار الممسوح عليه عند باب المسجد وندخل بالشراب، هل خلع الممسوح عليه يعتبر من نواقض الوضوء؟ وجزاكم الله خير. نعم، إذا خلعت الممسوح عليه بطل المسح، فلا بد من غسل الرجل. فإذا مسحت على شيء فإنه يستمر ولا تخلعه، وتصلي بعد خلعه، لأنها زالت الطهارة بخلع الممسوح عليه، لأنه محل الرخصة وزال محل الرخصة. نعم.